السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طلبتنا الأعزاء السمستر السادس قسم الصحة والسلامة المهنية، أستاذة إيمان الشيباني، هنعطيكم بإذن الله مادة تقنية ومكافحة الحرائق، أوكي؟ أول ما نبي نبدأ بندير introduction على الموضوع أو نبي نحكي على الموضوع بصفة جنرال، نبي نعرف شنو هن الحرائق، أنواعها وطرق الوقاية منها قبل ما نعرف كيف تقنية مكافحتها أو كيف السيفتي منها أو غيرها. أوكي، أول حاجة عندي مكونات الهواء الجوي. تمام، مكونات الهواء الجوي، يعني لما تيجي تتبع تقول بيش علاقة الهواء بالحرائق؟ لا بالعكس، انت عارف ان كل مكان في هواء اقضي ليش في الحرائق؟ نحن في السيفتي اكثر شيء نديرو فيه نغم مثلا الحريق باش نمنع عنا الهواء باش خلاص يطفى. اذا معناه الهواء او التيار الهوائي لا علاقة كبيرة جدا في اشتعال الحرائق. الهواء الجوي يتكون من شنو؟ يتكون من اكسجين، من ثاني أكسيد الكربون، ومن نيتروجين وبخار ماء وغازات خاملة. Okay؟ حاطين لكم بنسب. It's not important النسب هذينا، لكن حاجة واثنين يكون عارفها، يعني كيف مثلا من أعلى؟ لا الأكسجين شوفوا 20%، لكن ثلث الكربون 0.4%، لكن اللي منا واجد لي هو 79 نيتروجين وبخار ماء وغازات خاملة. تمام؟ هذه حاجة مهمة تهمني في الحرائق. تمام، the fire. الحاجة الثانية اللي هي المادة، حتى المادة اللي تبي تشتعل أو المادة اللي اشتعلت قدامي وأنا جاي بنتري لها safety، حتى هي لها علاقة بالحرائق. قبل ما نعرف حالية المادة ضروري نعرف what's the meaning، تعريف المادة، المادة بروحها شن تعريفها، okay definition متاعها. قال المادة هي كل شيء له كتلة وحجم، أي حاجة نقدر يعني أنا نشيلها ونعرف الويت متاعها ونعرف حجمها. okay، عندي حالات المادة كلنا عارفينها وقرينا حتى أيام الثانوي، إن حالات المادة حالة صلبة وسائلة وغازية، اللي هي salt, liquid وgases. أوكي، الحالة الصلبة زي شنو؟ الحاجات اللي تساعد على الحريق لكن تصنف الكلاسيفيكيشن متاعها صلب، اللي هو زي الخشب، الحديد، القطن، الثلج، الشحوم. أوكي، number two الحالات السائلة زي البترول، oil، المية، الزيوت النباتية والزئبق. تمام، أما الحالة الغازية فحتكون زي شنو؟ زي الغازات البترولية، زي البنزين. في واحدين يقولوا كيف البنزين؟ مش البنزين سائل؟ لا البنزين غازي، لدرجة أنك لما أنت تحطها في حاجك وتنساها مش ما تسكرهاش حتلقى متبخر، يعني معاش تلقى بنزين. فهذا عليش هم عادة هو والغاز والكحول يصنفوا فين من الحالات الغازية. أوكي، إذا حالات المادة 3 types، شن هن الأنواع متاحة؟ عندي number 1 حالة صلبة، number 2 سائلة، number 3 gases، وكل واحدة خذينا عليها example. تمام؟ أوكي، نجي للclassification متاع المواد من حيث الاشتعال، يعني من حيث الاشتعال. فمن حيث الاشتعال قال لي في مواد كاملة الاشتعال، في مواد تساعد على الاشتعال، في مواد لا تشتعل ولا تساعد على الاشتعال. حندرسوهم كلهم بعدين. تمام، نشو نعرفو what's the meaning fire، ما هي النار؟ شن هي النار؟ قال لم يتفق الباحثون حول تعريف محدد لكيفية حدوث النار، فالبعض يعرفها بأنها تفاعل كيميائي تبتعد فيه المادة قابل للاشتعال مع الأكسجين في وجود حرارة مصحوبا بضوء ولهب، نسمو فيه أكسيديشن اللي هو الأكسدة. هذا هو التعريف متاعها، اللي يعني واحدين قالوا it's okay واحدين قالوا لا. إذا هو تفاعل كيميكال يتحد فيه المادة القابلة للاشتعال. زي شو المادة القابلة للاشتعال؟ زيها البنزين، كيروسين، الزيوت، anyway مع شنو؟ مع الأكسجين. نحن كيف ما قلنا في بداية المحاضرة ان الأكسجين يزيد من الاشتعال في وجود حرارة مصحوبا بضوء. لما كيف تعرفها نار؟ حتلقى الضوء متاعها واللهب، فنقولوا عليه التفاعل، هذا تفاعل أكسديشن هو الأكسدة. لا، شن هي الأكسدة؟ هذيك اللي فيها لها ثلاث صور. نمبر 1 تأكسد بطيء، باي، وتأكسد 2 سريع،
ايه، وفي جالي حريق مرة واحدة. التعكس البطيء زي ما يحدث في صدأ الحديد، لما تاخذ صدأ تاخذ حديدة باهي وتخليها مثلا برا في الهواء، فيقد مثلا تنبل يقد عليها مية، وبعدين الهواء هذا يقد يعني يلط فيها الهواء جاي وغادي، شن يصير لها؟ نجي بعد فترة نلقاها مسدية، لكن مش على طول، يعني مش مثلا اليوم الحديدة حطيتها توا نجي تاني يوم نلقاها مسدية، لا تاخذ فترات، تاخذ فترات، صح؟ هذا نقوله عليه تأكسد بطيء. لكن السريع هو اتحاد المادة مع الأكسجين على طول ويعطيني الحرارة زي الانفجار زي القنابل وهكي، هذا على طول ما فيش واحد زيد واحد اثنين، تمام؟ الحريق هو تأكسد متوسط، لا هو بطيء ولا هو سريع، اللي هو قلنا شنو؟ يتحد المادة المشتعلة مع الأكسجين وينتج عنه لهب وحرارة وضوء ودخان، تمام؟ إذا حضينا أول حاجة مكونات الهواء الجوي، قلنا أكسجين، ثاني أكسيد الكربون، ونيتروجين بخار مواد خاملة. خذينا بعد حالة المادة وقلنا 3 types: solid, liquid وغازز. أوكي؟ من ناحية الاشتعال، كامل الاشتعال complete، تساعد على الاشتعال يعني help in the fire، ووحدة not يعني لا تشتغل ولا تساعد على الاشتعال. بعدين خذينا تعريف الفاير وخذينا الأكسيديشن الصور نتاعها. نجوت أول حاجة مهمة يقولونها نظرية الاشتعال، نظرية الاشتعال، تمام؟ عشان يحدث الحريق أو عشان يصير اشتعال ضروري من وجود 3 عوامل رئيسية. العوامل هذين كان الموجودات حيحدث اشتعال، تمام؟ لو أنها مش موجودات مش حيحدث اشتعال. شو هن؟ قال لي نظرية الاشتعال هذه نحن نصنفه فيها في مثلث اشتعال، نسميه في مثلث اشتعال. شفت المثلث في من جوا كيف الاشتعال؟ شن هو فيه؟ فيه أكسجين، فيه مادة قابلة للاشتعال، فيه حرارة حيحدث الاشتعال، تمام؟ كيف يعني فيه مادة؟ قال لك يعني لما تكون المادة صلبة زي الخشب، سائلة زي البترول، غازز زي مثلا البنزين، هيحدث اشتعال. لكن من يزيد اخرى لما تقعد عندي حراره، لما تقعد درجه حراره عاليه فحيكون شنو؟ في اشتعال ايضا عالي، تمام؟ قال الحراره ان تكون كافيه لرفع درجه حراره الماده الى درجه حراره الاشتعال. كيف ما انتم عارفين لما يقعد تشوفوا مرات حتى يعني كلكم حقين لما يقعد الجو مضغوط في الصيف، فحالات ما لحد يصير فيه اشتعال حرائق وكي زي مثلا النفايات اللي على الطريق لما يقدر الجو مضغوط واجد، مرات في حالات تشتعل بروحها يعني من غير اي مسبب اخر. فحتى الحراره اللي هي شنو قال لك اذا حتزيد واجد من الاشتعال. بعدين ما هي طرق انتقال حراره؟ بكيف يعني تزيد الحراره مثلا الطرق نتاعها؟ قال لي مثلا بالملامسه، توصيل مثلا زي حرق الملابس بالمكواة، او تيارات الحمل كما في حريق البترول تصير هذه ياهي، او بالاشعال يعني نجي نشعل هيك في درجه حراره عاليه. ده الاكسجين حتى هو قلنا انه راه very important، الاكسجين يساعد على الاشتعال بحيث نسبته لا تقل عن 15، بدري قلنا نسبته 20 قريب 0.29 في حيز الاشتعال باستثناء بعض المواد البسيطه التي تدخل الاكسجين كعنصر في تركيبها. اوكي، تقسيم الاشتعال ينقسم الاشتعال لتو تايبز، في اشتعال بالحراره وفي اشتعال بالسرعه. اشتعال بالحراره يعني اشتعال مؤثر يلزم حراره، يعني في حراره فيشتعل، وفي من نابع من الحراره كيف ما قلنا المكواة او الحداد لما تحطه انت هو حامي وتحطه على الدبشفه ونسيته فطول حتلقاه محروق، ومرات حتى شني يسبب يعني حريق حتى الحوش بالكامل. والسرعه في اشتعال بطيء كيف الخشب والورق، انت شوف لما تمشي الزردة تمشي تدير حطب هيك مرات تقعد قريب ساعة وانت تولع، صح؟ ما هو تك يولع يعني. وفي اشتعال سريع كيف مثلا لما تحط عليه بنزينة ولا كاز طول على طول بدون اي مقدمات. اوكي، هذا تقسيم الاشتعال من حيث الحرارة والسرعة.
نجو كيف ما خذينا نظرية الاشتعال حناخذ نظرية الاطفاء، يعني به كيف انا لما شعل كيف بنطفي. نحن قلنا في الاشتعال في اكسجين، في مادة، في حرارة. به الاكسجين هذا عشان يطفش ندير له خنق، نخنق كيف ما لما نحط البطانية، تمام. بالمادة كيف ما في مادة مشتعلة شو ندير لها باش تطفى؟ ندير لها تجويع، يعني خلاص نوقف مصدرها، تمام. الحرارة عشان عندي حرارة واشتعل كيف ندير باش يطفى؟ ندير تبريد، نبرد الحرارة هذه. اوكي، هذا نقوله عليه نحن شنو؟ مثلث الاطفاء. مثلث الاطفاء، مثلث الاطفاء فيه خنق اللي هو نمنع وصول الاكسجين، فيه تبريد اللي هي نخفض درجة الحرارة بحيث اني مثلا نستخدم المية ولا نستخدم حاجة باردة اللي هي مثلا زي البوتر ولا الرغوة او اكتر حاجة احنا نستخدم فيها المية. وفي التجويع اللي هو شنو؟ يعني لو المكان اللي انحرق مخزن نبقى نبعد في المواد اللي شنو تزيد من الاشتعال، نزقها برا علي ما شنو انا حاولت اني انطفي بطرق اخرى. عندي شنو؟ عندي انواع الحرائق. انواع الحرائق، قبل ما نخش في انواع الحرائق اليوم خدينا نظريتين very important، نظرية تسمى نظرية الاشتعال ونظرية تسمى نظرية الاشتعال الاطفاء. واحدة من الاوبزيت نتاع الاخرى، عكس الاخرى. واحدة منهم كانت تحكي على حرارة ومادة واكسجين، اما الاخرى فخنق وتبريد وتجويع، تمام. اللي يهمني اكثر من هكي كل وحده شو نستخدم معاها عشان انا نقدر نتعامل بها بطريقه فيري امنه وفيري يعني مسالمه. اوكي، ناخذ توا انواع الحرائق. انواع الحرائق عندي 4 تايبس، يعني 4 انواع. النوع الاول نقولوا له حرائق مجموعه اي، وهذه بعدين التوع ناخذوها جنرال عام بدون تفصيل، لكن تو بعدين ان شاء الله في المحاضرات الجايه حتلقوها مفصله واجد، فصلتها لكم بالترتيب حتفهموها اكثر، تمام. اول حاجه مجموعه اي ومجموعه بي وسي ودي. مجموعه اي هي الحرائق اللي ما زالت بسيطه، نقولوا زي مثلا لما تعدي بعد تسوى عليك ولا لما تمشي مثلا مستشفى الجلاء ولا مستشفى حوادث تسمعوا بينا، لما مثلا يقول لك فلان حرق ولا الحرق نتاع درجه اولى، درجه ثانيه، درجه ثالثه. نفس الشيء في الانواع الحرائق، في حرائق درجه اولى، درجه ثانيه، درجه ثالثه، رابعه الى اخره، تمام. وكل واحد وحسب الدرجه نتاع، درجه اولى نعتبره فيه بسيط شويه، تمام. يعني زي شنو؟ زي الحرائق اللي فيه مواد كربونية، يعني زي الورق، خشب، ألياف نباتية، عشب، هذين نقولوا عليه الحرائق من الدرجة الأولى، يعني حتى ما يسببانش هذك الأضرار، تمام. بأي وسيلة عندك تقدر تطفيهم. مرات حتى واحد بكراعة، يعني كان ورق ولا حاجة، مرات حتى يضرب بكراعة تطفى، فذعيش نقولوا عليها مجموعة أي أو مجموعة الأولى أو البسيطة، تمام. بي قال لي مواد هيدروكربونية، الأولى كانت كربونية يعني فيها مركبات كربون جاست، أما تو فيها هيدروكربونية اللي هي منتجات مثلا زي النترات، الكحولات، الشحومات، الزيتات، الورشيات، هذين احتراق يصير لهم ويسببا مع الاحتراق يسببا أبخرة، يعني تحق أنت البخان تاعهم واجد، فنقول عليها بحرائق نوع بي. الحرائق سي اللي هي حرائق غازات، عشان أنا ان نحد منها ضروري ما اني انا نغلق الماستر متاع الغاز، تمام. زي مثلا ما يصير يقولك والله فلان انحرقت كوجينته ولا كذا من بومبة الغاز، لما نطفيها حيوقف الحريق، بمجرد ما طفيت انا البومبة حيتوقف، لكن دابين البومبة ما زالت تسرب والحريق ما زال مشتعل، تمام. نمبر دي هو اللي اصعب انواع الحرائق، اللي هو قال لك حرائق المعادن اللي حتى المية ما نقدروش نستخدموها فيه، يعني حتى المية ما تنفعش فيه. ليش؟ لأن لها مخاطر على المعدات المعدنية. هذين بعدين حنفصلهم بالترتيب وبالمهل، لكن اليوم نخذيناهن جنرال. جنرال يعني بصفة عامة، أوكي؟ إذن اليوم خذينا نظرية الاشتعال، نظرية الإطفاء، أنواع الحرائق ودرجاتهم،
خذينا ايضا شنو هو الفاير اللي هو النار، شنو هو التأكسد، شنو المواد اللي ساعدن على زيادة الحريق ومكوناتهم او صورهم. اوكي جود لك، هيك نكونوا اتممنا المحاضرة الاولى. ان شاء الله نبدأ في المحاضرة الثانية، وان شاء الله تكونوا يعني استفدتوا منها. وراهي تقنية الحرائق ومكافحة الحرائق في السيفتي very important، لكن في نفس الوقت very easy، يعني هي سهلة جدا، مع انه يعني مع انه اللي يشوفها اللي يحسبها ان هي حاجة واو، لكن هي شنو سهلة very very easy، يعني خاصة السيفتي انجينير هي يعني perfect و very interesting، ممتعة جدا المادة. اوكي وقلت لك ان شاء الله يعني مش هتاخذوا مش هتلقوا فيها اي difficult او اي صعوبه. اوكي okay؟